بسم الله، تمارين حول درس المثلثات المتقايسة لمستوى السنة الثالثة إعدادي الموسم الدراسي 2015-2016. تمرين رقم 13 A B C D شبه منحرف متساوي الساقين، قاعدتاه A B و C D. ارسم الشكل بصغر، بين أن المثلثين A C D و B D C متقايسان. يلا انقل هذه المعلومات في دفترك ثم أنجز التمرين. سنلتقي بعد قليل لمناقشة الحل معا. يلا سأنتظر. صافي انتهيت، يمكن نبدأ عملية التصحيح. يلا نشوف التصحيح. الشكل ديالنا هو هذا، يمكننا نشوف طريقة الإنشاء الهندسي إذا شئت. لإنشاء شبه منحرف ننشئ أولا مستقيمين متوازيين، لأنه كما تعلم شبه منحرف هو رباعي حاملا ضلعين متقابلين فيه متوازيان، أو حاملا قاعدتيه هما مستقيمان متوازيان. إذا غننشئ مستقيمين متوازيين، إذا نشأت المستقيم الأول ثم سأختار نقطة، كأنني أريد أن أنشئ متوازي الأضلاع هكذا. إذا الآن حصلت على مستقيمين متوازيين، يمكن لنا نعتمد على القطعة لإنشاء شبه منحرف متساوي الساقين. إذا نأخذ هذا القياس، لأنه قيل لنا أن ساقيه متقيستين، إذا ننشئ الساق الأخرى هنا. وهكذا أنهينا رسم شبه منحرف المتساوي الساقين A B C D. متفقين؟ إذا كما ترى، إذا قمت بتمديد الساق A D هكذا والساق B C من هنا، سأحصل على مثلث متساوي الساقين. إذا لا تنسى أن الساق A D تقايس الساق B C. وهناك أشياء أخرى نعرفها عن شبه منحرف المتساوي الساقين. ماذا عن الزاويتين ADC و BCD؟ هذه الزاوية وهذه الزاوية، نعم هما أيضا زاويتان متقايستان. غادي نوضع رمز التقايس إذا شئت بين ADC و BCD. كذلك الزاوية التي رأسها A تقايس الزاوية التي رأسها B. كل هذه الأمور نعرفها عن شبه منحرف متساوي الساقين. واخا من الآن أرسم المثلث ACD، هو المثلث ACD ثم المثلث BCD نغير اللون، ناخذ لون احمر مثلا بي سي دي. اعتذر مرة اخرى بي سي دي هكذا، ثم نلون. شتي لاحظتي الشكل ديالنا؟ يلا دروكا نرجعو نتابعو البرهان. اذا كما ترى، قياس الزاوية ADC يساوي قياس الزاوية BCD. ADC يساوي BCD، كذلك المسافة AD تساوي المسافة BC. قلنا شبه منحرف متساوي الساقين، أي الساق AD تقايس الساق BC، والزاوية ADC تقايس الزاوية BCD. هذه أمور نعرفها عن شبه المنحرف المتساوي الساقين.
هناك شيء مشترك بين المثلثين الأخضر والأحمر. بالفعل الضلع الدسي، الضلع الدسي هو ضلع مشترك بين هذين المثلثين. إن دروك شوف معايا واش الشروط اكتملت لاستعمال إحدى الخاصيات التي رأينا في الدرس أم لا. بالفعل الحالة الثانية لتقيس المثلثين، انظر معي، إذا قيس ضلعان في مثلثهما، الضلع الدي والضلع الدي سي في المثلث الأخضر، يقيسان ضلعين بي سي و سي دي في المثلث الأحمر. إذا أعيد، إذا قيس ضلعان في مثلث والزاوية المحصورة بينهما على التوالي ضلعين في مثلث آخر هما والزاوية المحصورة بينهما، فإن هذين المثلثين متقيسان. تقين؟ يلا نواصل. وعندنا كما ترى دي سي ضلع مشترك بين المثلثين أ سي دي و بي دي سي. وحسب الحالة التالية لتقيس مثلثين، فإن أ سي دي و بي دي سي مثلثين. أعيد، وحسب الحالة الثانية لتقيس مثلثين، فإن أ سي دي و بي دي سي مثلثين متقيسان. أعتذر، كتبت متشابها والدرس ديال تشابه مثلثين مازال ما وصلنا ليه. إذا وحسب الحالة الثانية لتقيس مثلثين، فإن أ سي دي و بي دي سي متقيسان. انتهت هذه الحصة من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش. إلى اللقاء.